عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لما كانت المؤاخاة بين العباد هي الرواسي والأوتاد والدعائم والعباد والدعائم والعماد لاستقرار البلاد وسلامتها من فتنة الفرقة والفساد، آخى المصطفى المختار بين صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، فضربت الأنصار في الإيثار والعطاء والنوال والإكرام والإنعام والإفضال أروع الأمثال، حتى إن السامع ليظن مآثرهم وإيثارهم ضربا من الخيال. واسمعوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر بعض صور الإيثار فيقول: قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. قال أنس: ولما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان سعد كثير المال، فقال سعد بن الربيع: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط. فلم يلبث عبد الرحمن يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، أي أثر من طيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي ما شأنك؟ فقال له عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. قال أنس: فقال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وإن تعجب يا عبد الله، فعجب فعالهم وصعب نوالهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه فلم يجد عندهن شيئا، وقلنا له: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت له: والله ما عندي إلا قوت الصبية. فقال لها: هيئي طعامك وأصبحي سراجك
ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت المرأة طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت تصلح السراج فأطفأت. فجعل الرجل وامرأته يريان الضيف أنهما يأكلان، فباتا طاويين أي جائعين. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله أو ضحك الله عز وجل من فعالكما. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عباد الله الأبرار، ليهنأ الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار هذه الفضائل والمناقب والآثار، ليهنهم ذلك ولا فخر، لأنه ليس بعد عروس عطر. كيف وقد بالغ الرب تبارك وتعالى في الثناء عليهم في سورة الحشر، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولما ذكر العزيز الغفار المهاجرين والأنصار، نوه بالتابعين الأخيار الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القرار، ممن اتبع آثارهم الجليلة واقتفى خطاهم النبيلة واتصف بأوصافهم الجميلة، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد جعل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى هذه الآية لمن دعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضوان، وأنها أمارة اتباعهم لهم بإحسان. وأما من امتلأ قلبه عليهم بالغل والأضغان فلم يدعو بالمغفرة لمن سبقه من الإيمان، فليس له نصيب من فيء الغنائم والأثمان. وقد أوصى خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أمة الإسلام أن تحفظ لصحابته الكرام جهادهم بالهجرة وكفاحهم بالنصرة، ونهى أن يتعدى على أحد صحبه أو يتطاول عليه بسبه وثلبه، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وقد شكى عروة بن الزبير سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له خالته عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وكان آخر ما أوصى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين استشهد في المحراب أن قال لمن حضره من الأصحاب: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والذكر الحكيم، ووفقنا للاعتصام به وبما كان عليه النبي الكريم من الهدي القويم والصراط المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الغفور الحليم،
لي ولكم من كل ظلم وجرم فتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.